أول شيء مسي عليكم بالخير وشكرا لكم لاستضافتي في تلفزيونكم. الحمد لله يعني لقيت الجمهور ما شاء الله متفاعل معاي والحفلة كانت الحمد لله موفقة، وخاصة أني أنا اليوم أغني مع الأستاذ ماجد المهندس والأستاذ سلمان زمان، يعني هذا شرف كبير لي أن أنا اليوم ألتقي بجمهور الفنانين العمالقة. يعني طبعا احنا عندنا فرق شعبية، هي طبعا في سوق واقف من ضمن الفرق اللي موجودة عندنا، اللي هي فرقة بصبارة، هي فرقة ناصر البرناوي، في بالإضافة إلى فرقتين نسائيات عندنا في السوق، بالإضافة إلى جبنا فرق من السعودية، وفرقة من عمان، وفرقة من الأردن، وما شاء الله عاملين يعني زحمة وضجة حلوة الصراحة في السوق. هذا طبعا أنا يعني أشكر إذاعة صوت الريان على احتضانهم الفنون الشعبية، لأن الفنون هذه شبه أنها اندثرت وكانت بتندثر لولا يعني فضل من الله وفضل صوت الريان ما كنا شفنا الفرق الشعبية موجودة فيه. بعد نور عيني ضايع وما يتنيت، أشهد أني أحبها ضعفي وضعفي.